الراهبة ملح الأرض ونور العالم كان عنوان اللقاء السنوي لاتحاد الرهبانيات الذي عقد مؤخراً في المركز اليسوعي بجبل الحسين بعمان بحضور نخبة من الراهبات في الأردن وراهبات مقيمات في المملكة من جنسيات مختلفة، حيث أدار اللقاء عدد من المحاضرين الذين قدموا تجاربهم وخبراتهم في موضوعات روحية وعلمية مختلفة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بمناسبة عيد تقدمة الرب للهيكل وفي أجواء ملؤها المحبة والسلام والفرح بنعمة التكرس، ضم المركز اليسوعي من اتحاد الرهبانيات ومن مختلف المراكز في المملكة 70 راهبة للمرة الثالثة على التوالي تحت عنوان الراهبة ملح الأرض ونور العالم، للتأمل في سر تقدمة الذات لله وتجديد النذور والاستعداد لاستقبال وعيش مسيرة الصوم المقدس بروح التجرد الكامل والسخاء والتضحية، رافعين الأيدي ومصلين للفادي الذي قدم ذاته ذبيحة حية عنا كي يصالحنا مع ذواتنا ومع القريب ومع الله الأب، ويمنح بلادنا نعمة السلام الدائم الذي نتوق إليه. وفي مستهل اللقاء الروحي رحبت الرئيسة العامة للاتحاد الأخت سيسيل حجازين بالأب الدكتور جهاد شويحات كلي الاحترام على حضوره وتلبية الدعوة لتقديم المحاضرة العميقة والتي حملت بين طياتها معان كثيرة حول معنى الملح والنور في حياة الراهبة وحياة المكرس والعمل الرسولي وشعار اللقاء الراهبة هي الملح والنور حيثما وجدت، والذي هو بمثابة شهادة حياة للناس أجمعين، فعليها أن تذوب بين الجماعة وخدمة الآخرين من خلال رسالتها، فهي نور يشع لكل من ضل الطريق. أهلا وسهلا فيك أبونا. وقد تحدث الأب جهاد عن المفاهيم والأبعاد الروحية للحياة المكرسة وكيف تعيشه وتطبقه الراهبة في حياتها العملية، وكيف يشع روح التكريس والتجرد بالفرح وصنع السلام الحقيقي الذي يشع للآخرين، والذي هو سياج الراهبة وخارطة الطريق من خلال خدمة الرب والآخرين. معروف النور يبدد الظلام، النور يساعد على التمييز بين الطريق الصح والطريق الخطأ. جميعنا في حقل التربية والتعليم، وأنا متأكد يوميا يأتي إليك من يستشير في أمور حياتية غابت عنه، وتبقى الراهبة هي المرجعية الأولى في النصح، في الإرشاد، في مشاكل الحياة، في العمل، حياة زوجية، علاقة العائلات، علاقة الأبناء، غلبة البنات والصبايا اللي ضايعين بعرفوش لمين يتجهوا، لكن إذا بتجهوا إلى الراهبة، الراهبة لها نفس طبيعتي وهي معلمتي، هي مربيتي، وهي التي بتفهمني واللي بثق فيها، وهي ملجئي وبروح عندها. كيف أستقبلها؟ ما هو استعدادي؟ ما هو صبري؟ ما هي محبتي؟ ما هو عطائي؟ هل هذا الاستعداد للجميع، للكل بلا استثناء؟ وفي ختام المحاضرة أكد على ضرورة التزام الراهبات أن يكون لديهن عيش محبة ومخافة الله في العمل الرسولي والسعي نحو عيش حياة القداسة كي تبقى ملح الأرض ونور العالم. ثم قدمت الأخت كلارا معشر من راهبات الوردية والأخت رانيا خوري من راهبات الدورتي شهادة حياة إلى جانب خبراتهن الروحية أمام الراهبات. وتوج اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقامه قدس الأب رشيد مستريح المرشد العام للاتحاد،
والذي ركز في عظته على معنى التقدمة وأهمية حياة المكرس، وأن ندع الروح القدس يقود حياتنا ويعمل فينا من خلال الرسالة الملقاة على عاتقنا. هالطاعة والسير على مثال يسوع بيظهر في حياة وكاريزما كل مؤسس ومؤسسة بحياتنا. هلأ اليوم إذا طرحنا السؤال، هل توجد لدينا الجرأة الكبيرة والعميقة أن نروح ونسأل كجماعة بالرهبنة الواحدة وكجماعات دائرية صغيرة وكأفراد عن الكاريزما اللي تخص كل مؤسس بحياة بجماعاتنا ومؤسساتنا الرهبانية؟ هذا سؤال علينا أنه أن نقف بخشوع أمام هذا السؤال لحتى نجاوب عنه. إذن مطلوب مننا اليوم ودائما كمكرسين، برجع بأكد على مستوى الجماعة المؤسسة كلها الرهبانية أو الجماعات الدائرية، أن تتساءل وين مسيرتي من كاريزما المؤسس. إذن أعود للطاعة، طاعة هي على مثال الرب يسوع اللي عمل بمشيئة الآب وتبنى مشيئة الآب. اليوم بحياتي الرهبانية علي أن أكون مقاد، ما نخجل من هالكلام، لأن صف عنا اليوم علم الترينينج والليدرشيب وكل هاي الأمور هي القائمة. يعني في المؤسسات في العمل قد يجوز وفي طرق معينة، ولكن لا نخجل أن أقول عن نفسي يجب علي أن أقاد. من مين؟ من الروح القدس. أنا أمتك الضعيفة، أنجازي يا أمام مذبحك المقدس والمتكلة على رحمتك وعلى نعمتك الإلهية فقط، والساعية إلى خدمتك وإلى مجدك الأعظم. أكرس نفسي لعزتك الإلهية وأمام الكنيسة جمعا، أنذر لك نذر العفة والفقر والطاعة، وأعدك ببذل جهودي لأوفق بين سلوكي وبين قوانين ربانيتي. أرجو منك أن تبارك نذوري وتقبل تضحيتي وتمنحني النعمة كي أذهب بنذوري على أكمل وجه بشفاعة أمنا مريم العذراء. وبعد القداس الإلهي كان هناك لقاء مع الدكتور مروان العكشي، أخصائي أمراض الدم والأورام السرطانية، في محاضرة حول مستجدات المرض. وبعد اللقاء قدم الاتحاد هدية رمزية للدكتور العكشي تعبيرا عن شكرهم له لتلبية الدعوة،